أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يعتبر فناء المسجد من المسجد فيأخذ أحكامه؟ هل إيش؟ هل يعتبر فناء المسجد من المسجد فيأخذ أحكامه؟ المحوط الذي عليه جدار المسجد هذا كله يعتبر من المسجد، حكمه حكم المسجد. أما الفناء الذي خارج سور المسجد هذا لا يعتبر من المسجد. نعم.